دشن صاحب الجلالة الملك محمد السادس اليوم بالجرف الأصفر المحطة النهائية لخط أنابيب الفوسفات والذي يعد الأطول من نوعه بالعالم ب 190 كيلومتر يفصل بين خريبكة والجرف الأصفر، استثمار بقيمة مالية بأكثر من 4.5 مليار درهم. كما دشن جلالته أيضا مصنع الحامض الفوسفوري بسعة 450 ألف طن سنويا. تفاصيل أكثر نقدمها لكم في الروبورتاج التالي. من خلال خط الأنابيب، المكتب الشريف للفوسفات يعيش ثورة نقل هيكلية. اليوم دشن صاحب الجلالة المحطة النهائية لخط أنابيب، موقع صناعي يربط بين خريبكة والجرف الأصفر بمسافة تصل تقريبا 190 كيلومتر، استثمار بقيمة 4.5 مليار درهم، وحدة ستعمل على نقل 38 مليون طن من موقع الإنتاج إلى موقع التقييم. يدخل هذا في دعم استراتيجية الفوسفات لمضاعفة إنتاج مناجمها. هذا المشروع يمكن أولا من دفع القوة الإنتاجية من 18 إلى 32 مليون طن. ثانيا نقص التكلفة، بحيث أنه يمكن من تخفيض بحوالي 40% من تكلفة الإنتاج. ثورة تكنولوجية حقيقية، خط أنابيب سيسمح للمكتب الشريف توفير سلسلة إنتاج ولوجيستيك والتي ستسمح بانخفاض 45% من تكلفة الفوسفات نحو الجرف الأصفر، ناهيك عن اقتصاد بما يقارب 3 مليون متر مكعب من المياه سنويا. هذه المحطة التكلفة ديالها 800 مليون درهم، وهذا المشروع تمكن من خلق ما يزيد على 850 ألف يوم شغل. لضمان تخزين الفوسفات في ظروف مواتية، المحطة النهائية مجهزة بثمان خزانات بسعة 5500 متر مكعب للواحدة، استراتيجية يؤكد من خلالها المكتب ريادته للفوسفات عالمياً.